بصورة أساسية أنها شخص سيء ولا يتوجب عليها أن تترشح للرئاسة، هي تهديد للديمقراطية، تهديد حقيقي، سوف تدمر أمة بأكملها. إذا كنتم لا ترغبون بالتضخم وأسعار نفط منخفضة، ما رأيكم بالدولار و70 سنت لللتر الواحد؟ وإذا كنتم أن تصبحوا دولة مستقلة بالطاقة، بل دولة مهيمنة في الطاقة، وإذا ما نظرتم إلى المخطط البياني، وهذا المخطط البياني المفضل بالنسبة لي، تعلمون ما أقصده. عندما كنت أنظر إلى ذلك المخطط أقول لهم انظروا إلى ذلك المخطط، هل تدركون ما الذي أتحدث عنه عندما التفت برأسي بهذه الطريقة؟ كنت محظوظا لأنني عرضت ذلك المخطط البياني الذي أرقم يظهر أرقام المهاجرين. هذا المخطط البياني سوف يكون هو الأفضل بالنسبة لي. في الأسبوع الماضي كان لدينا أعداد كبيرة من المهاجرين الشرعيين الذين دخلوا البلاد بصورة كبيرة. سوف أنام مع هذا المخطط البياني لبقية حياتي. إذا كنتم ترغبون بالحصول على أعظم اقتصاد في العالم والحرية، إذا كنتم ترغبون بالحصول على حرية حقيقية، فأقول لكم أننا نسير باتجاه خاطئ، ولذا لابد لكم أن تصوتوا لشخص لعلكم سمعتم باسمه، إنه دونالد جاي ترامب. California socialism would kill the American dream forever. You know, you don't hear about the American dream anymore. We're going to bring back the American dream for our children. Under Trump Vance administration, and he's terrific, by the way, he's been incredible. You know, he wrote the great book on workers about how workers were being horribly taken. Kamala Harris. هي اشتراكية من كاليفورنيا، سوف تقتل الحلم الأمريكي الخاص بأطفالنا. وفي ظل إدارة ترامب فانس، وبالمناسبة فانس شخص عظيم، فقد كتب أعظم كتاب حول كيفية كفاح الطبقة العاملة، وقد تم تحويل كتابه ليصبح فيلما سينمائيا، وتحدث عن وفاة والده وصعوبات والدته، وقد توجه إلى كلية ييل للقانون، وكان طالبا نجيبا، ولديه طفلان جميلان، ومن ثم أصبح سيناتورا لولاية أوهايو، والشعب في أوهايو يحبه، وهو ما نريده تماما، وهو شخص منطقي. سوف نعيد الحلم الأمريكي ليكون قويا أكثر مما عشناه في السابق. وتذكروا أنه أن كامالا هاريس لم تكن قد اقترفت خطأ فادحا أكثر من ما فعلته في مسألة الحدود. من يرغب بترك الحدود مفتوحة وبوجود الرجال في رياضات النساء؟